ومساء الخير عملائنا الكرام، مساء الخير على احلى مشاهدين ومشتركين. والنهارده رجعنا لكم بفيديو جديد، وفيديو النهارده جايبين غساله سامسونج 22 كيلو استانلس انفلتر لون سيلفر فوق اوتوماتيك، وهنتكلم عن مميزاتها ومواصفاتها وهنتفرج على الغسالة واحنا مع بعض. بس خلينا اشكر كل الناس اللي بتدعمنا في القناة باشتراك او بتعليق او بلايك، وبقول للناس الجديدة شرفتونا ونورتونا والف شكر ليكو. وبقول للناس اللي لسه اول مرة تشوف فيديو النهاردة، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. الغسالة دي يا جماعة تحميل علوي او تحميل رأسي او توب لودينج انفلتر 22 كيلو، فيها اكتر من 15 بروجرام، شاشة تاتش ديجيتال كلها، فيها شاشة بيان للوقت قد ايه وقت الغسيل، فيها مستويات مية من 1 لحد 10، فبالتالي بتشتغل على اقل مستوى مية وعلى حسب ما انت بتختار مستوى المية بتاعها. النظام الباب بتاعها هيدروليك. الغسالة الموتور شغال بنظام الانفلتر لتوفير الكهرباء. الغسالة دي 22 كيلو زي ما اتفقنا. عندنا هنا ده مكان الزهرة، العلبة الزرقاء دي، وهنا عندنا الزرار اللي هو لو حابب ان انت تزود مية. عندنا ده درج المسحوق ودرج الزهرة، حاجة تحفة الغسالة دي يا جماعة. الحوض بتاعها واسع جدا زي ما انتوا شايفين، 2 مدخل مية بارد وساخن. الغسالة من جوه استانلس، المروحة بتاعتها مدية لون سيلفر لون استانلس، فيها فلتر للشوائب بيلم الوبرة والشوائب. عندنا الغسالة فيها باب داخلي اللي هو مزخرف دوت، لو حابب تقفل الغسالة بيكون شفاف وتشوف شكل الملابس وهي شغالة، حابب تقفل البابين مفيش اي مشكلة. نظام لوك للباب بتعمل بالامان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. والسلام على احلى مشاهدين مشتركين.